نظمت حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في بريطانيا وقفات احتجاجية أمام مقرات بنك باركليز البريطاني في مناطق بالعاصمة لندن، واحتج المتظاهرون على الدعم الذي يقدمه البنك لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي منطقة ألبرت غربية لندن رفع محتجون شعارات تتهم البنك بالمشاركة في جرائم الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. باركليز كان متورطا في السابق مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، وساعد ذلك النظام حتى سقوطه. الان يساعدون في سياسه الابارتايد التي تنتهجها اسرائيل بقتلها للفلسطينيين في غزه والضفه الغربيه.